كشفت السلطات السعودية إن السبب في عملية التسمم اللي وقعت مؤخراً في الرياض بكتيريا اسمها مطصية وشيقية، وتم الكشف عن البكتيريا اللي تسببت في عشرات الحالات من التسمم الوشيقي في عينة من المايونيز. ومع اتضاح وجود نفس المادة في المايونيز بأحد المصانع، اتخذت السلطات في المملكة إجراءات سريعة وحاسمة تضمنت منع توزيعه وسحبه من الأسواق. لكن إيه هو التسمم الوشيقي؟ وإيه مدى خطورته؟ هو إصابة بكتيرية نادرة لكنها خطيرة، لأنها بتصيب العضلات بالشلل. البكتيريا دي موجودة في التربة وبتنتشر بشكل عادي كجرثومة خاملة، لكنها ممكن تتحول لنشطة في بيئة منخفضة الأكسجين زي الأطعمة المعلبة. خطورة السم ده إنه بينتج من مواد طبيعية بيستخدمها الإنسان بشكل عادي في حياته اليومية، وقد يؤدي للوفاة في غياب العلاج المناسب. وكمان هو عديم اللون والطعم والريحة إلا لو وضع في محلول سائل. في النهاية بنتمنى السلامة لكل المصابين، وبنشيد بسرعة تحرك السلطات السعودية.